نقطة تيس خمسة، ند من يقع منه الطلاق. من يقع منه الطلاق ندي لقدي العبد في حالة من الزوج، لقدي زوج رجل زوج أذيلي في حالة الاختيار، أذيلي ماشي مكره ماشي بالسيفر سيفرو مختار سلفغيس نفكاد بشد وخمسة ذاكي مليح نفكاد حالات ثمزوالوثنا الطلاق المكره. طلاق المكره الإكراه لان دو سورت، إما كإكراه ماتيريال مادي نغ مورال معنوي أدياسي ونسين بالسيف أستفرو بالسيف أي دماغ كوز ساق الروس نغا بيستولي ساق ساق الروس أسين فرو يستولي ثمتوفي أسيني فريغان وقي الطلاق لا يقع ورث فريرا خطر وينا ماشي سلفغيس بالسيف اللاس نغ الطلاق المعنوي إزمري مولان هذا الزين أما كدني هذه السمدي سل خدمة بس دي ما سنين خطر نتثنى الكوني هذا سدور المسكين في بلدنا كان في حالة من ضعف غاسي فغدوه ولاقي لا يقع. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام ناد إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، في رواية أخرى رفع عن أمتي يعني رفع الإثم والحكم. وقال العلماء مد شرحا علماء الحديث إنه رفع الحكم معنى الطلاق قولي على الدارة والإثم ميم دنوف ولاش ميم دنوف ولاش الذنب رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب ويسين مناد طلاق السكران أكرمكم الله الإمام الشوكاني رحمه الله إن يخلى ذي سكران طلاق ينسوري على الدالة أديس ورقستم ديث ذي قيضة بعد الشر وقيضة قيضة أديشم ذي قيض في العشر نفل 12 قيض ثم طوث مسكين تتصراجون يثبور ثاوز مديشم أستنى يرقى زكي هذو ربين ضيع ضخامي يتخذ مضاكا المكيد جمع المدن أسفكاس النصيحة المتسيني تفريض كذا وكذا ذروي يقي لا يقع أي غار على خطر العقل العقل أليس خدم إغاذ ثلمين لا كرمكم الله وريس كرر طلقه لا يقع ما يسود كان شوية ماشي لغا تير في الكاس خطئ ما يلا يبلغ درجة السكر. خطر النصوص الشرعية واضحة بعض العلماء إنه يقع الطلاق عقابا له أثبرت مطوطيس باش يتنعاقب ولكن جمهور العلماء أن خاطئ تفغى تعاقب عاقبي سوين النظام عاقبي سوين النظام العقاب يمسي الذي الشريعة الإسلامية العبد السكران يسكر يسال عقوبة ذي الشريعة الإسلامية ما إلا أين عن الفروم فرويس وريتها الديارة لا يقع وسلثة يمد هذا طلاق السكران وسلثة طلاق الغضبان ند الغضب كدنا ابن القيم رحمه الله لن تروى دقري ثلاث درجات الطلاق وإن طلاق الإغلاق الإغلاق درجة الإغلاق المي يعني كما فسر الإمام الشافعي إنك شدة الغضب كون وايت مثلا تفضي ونتسنط الدوني فيك الورلا مري يرفو يسعى لي النير المي يترقيقي يترقيقي سيري النير يفقد فلس يفقد ووال وري الزميرة لا غادي كونترولي يمانيس إلا ومذان مري يرفو مري يزعف وري الزميرة لا غادي كونترولي يمانيس ما يبغر درجة يجي غاسي يفرا فروني وري تعديرا ما نسي نطوثيس تفريض وتبرارة إلا الدرجة والسنات ثقين نورمال يرفع يثبث مانيس يثبث العقليس يثبث النياس نورمال وقيف الرئيس يعدى يقع ويض لنذ الإمام ابن القيم مسألة خلافية ولكن يرفع يزعف يفرسي ثمطوثيس ولكن جيست أبري يندم ثم ثم سمام ثرصاص تفقد كان شو دني شو دي فرنس جيمي ثاقفي في دم الضبعي في ديوث دم تم قرانت وما لا تنقشض ما لا تسقرش ليس تمسلت
أتفض رسالة النية تو سامبلومون أما كين يبغى تيعاقب دي فوا ولا شي كيني ماشي نوي غادفروغ نو زافيد 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 أما كنت بغيها تقرح بغيها تضر بغيها تخدم المال باش توثغ سوا كواز نغا توثغ سوا شا توثغ وثغ سوا والا سوينا تقرح يخرج شي غير ديتاي كيت مثلا باش انت اللي جاوب ما يجاوب ذاك من بعد جوست ابري فغد ندم يندم وقال الامام ابن القيم ان تلك مساله خلافيه الا ان الاقوى ان الطلاق لا يقع ان اشتقيت مسلت مخالف من سي مسناون ولكن الراجح الاقوى الراي جهدا انه لا يقع اي غر إنه لان العبره بالنيه النيه ولشت النقطه في صار معها طلاق الجهل طلاق الجهل ذا شو معيز الجهل معنى وين ردي سفغنا والورثي ورثي في مال معنى يس لو كان رجازة سيني وورثة إثم طوثيس إسخن ثاروميث ديفورس وري فيه مال شو معنى يس الديفورس يجهلوه نغى أسي هضر ستعرف وري فيه مال شو معنى يس طلاق نغى أسي هضر ستنجليزي تحفظ ديوم بوال يغليد بوال ينفرو الو غسلت تغرث انجليزي سيني يا مخلوقك كي هضر ربي أقلك سن الدول نفرو أسيني إنك جهلغ الشيء قلت السين غارة وقيت طلاق لا يقع طلاق لا يقع تيس خمسة طلاق المخطئ أشو طلاق المخطئ يعني ونرى يغلظن أذي روحة دينية والي ندوايا لأن بعض الناس أخيني والله دفاق كلمة طلاق سقيمي ولكن يثمثن ولقد يسعو الوسواس هذا يسعو الشك ما يلا يغلظ ويسار الإثم أمثل لو كنت نظل إثم نظل نغلظ فنظلت العيشة أربع ركعات إلو كان نظل خمسة صافي ترويه أنولي ماشي أنولي أنخدم سجود السهو سجود السهو البعدي ونزمرا لأن أنولي يوكث ظلت على جل كذلك ونزمرا لأن أنولي العقد عقد الزواج لأخذ مرياج على جل غلطة فبالتالي طلاق المخطئ لا يقع نفس الحديث الذي غاكني رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه هذا دليل ذيون ستة طلاق الهازل طلاق الهازل وين يعني كرمكم الله يتمسخر تمتوثيس يتقصرك هاي تمسخر بعد سنة تمتوثيس هذا بريغان الله رأيث مثلا هذا ينسى ولك سوق الصرة ما شي استيذت ماشي الصحيس طلق كي بعض العلماء نند هذا الطلاق يقع فبرا زر ما يغار لسببين سبب مزوارو لا قرا قصر ديال موراك ما يبغى لي قصرت مطوثيس ويتقصر راه سبرو غادي تقصر سبرو ويلعب على ستمس غادي تطفي مسير فاسين سيدي العبيس وقد دايل مزوارو دايل ويسين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يناد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ثلاثة سمسال ما تهضر ستيدت أثنى عدانت ما تهضر سقصر عدانت سكينت معنى السعان تزال ولا ماذا قصر ذا شوث ثم زواروث إناد الطلاق والنكاح والطلاق والعتاق النكاح وش زقصر ثري ونذي روح عريوث متفاملت هذي وثا فاملت هذي وثي صلا فامي بيان وكذا هذي وضسيني ظلفاغ كذا اللي ثوان مصبار بيثن فيه من الميسنان مقفولض وسيني تقصرها كان نقبلك سمانة عشر ايام نغقل شهرين الفلاني إلا شاذ كملض نغا نو سيني سياد كان نقصر أخدم المسرحية فبالتالي زواجك وقع ولاش ديك السلاف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد اذا ذا النكاح زواج والطلاق ما شاسيني امضام فريغام ان بعد نساتكم موصيك هذا باك فرصه خامل سن وكذا نواصم غاوة تقصيرا كان ما ولاش قصر ديال امورك نغل عتاق
العتاق عندنا لي زيسكلاف واش لام الو راه كنا ديني اسيني شني حر معناها يحرره يعتقه اسيفك الحريه ينس زين يفقد هو زين والرجعه في روايه اخرى والرجعه اش الناس الرجعه ندرجز من فيرث مطوس ايفرياس ينيش ندر تريو دني تروا موا العده ميكفر ناتي ديرا تيدير ولو كان سوال ادير في التليفون السينما دا مريخ كميت داين يفقد وول في غالب الناحيه الشرعيه وريح وجد ياو الشيخ الجامع ولا دياوي الشهود ولا سوال في غالب ماشي ميدو ميدنا ولكن بعد سنوات قصيره يفقد وول داين والعلماء يدي شرح الحديث هاكي بوين ديوث اللايا بصوره قاف عند دين ربي سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ألور ما يفقد ووال دوال سيدي ربي يزراث يحصاث يفهميه داين ولا قرأ قصر ذي الأمراكي تريث مثلا أي غير دنيا هكا أول نبغى نقصر تمطوثيس ألور وتقصر ذي الأمراكي كوني هذا ربي بعد في لازوناكي انترديت قصر فإن يظن ذي الأمراكي خطي ولكن ند بعض العلماء وقعوا هذا الطلاق بهذا السبب بهذه الأدلة اللي سمعتوها ولكن الكثير من العلماء ند خاطئ لماذا لا يقع العبرة بالنية هذا غير ويد الحديث وايض النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أرجل زاقيشيني والله ما سيغنية أتقصيرة سيبوسا علماء المعلماء المحققين أن الطلاق لا يقع ولكنه يعزر وينصح قاسين فريو في كل تقولي عدرة ميك يهضر بي تخرق له مراجي تقصيرة ذي له مراجي وما إلا يكرر هذا العمل يعزر يعزر من قبل ولي الأمر يعزر معناه يتعاقب على خطر راه يتمسخر يستهزى بالامور نتاع الشرع تقسه سبعه طلاق المدهوش لا شو الطلاق المدهوش طلاق المصدوم ادفتر مثال يون يشمل سخاميس ارجاز يشمل سخاميس تمديف يفاد يزمن دكوخان يفاد يزمن ولد ميس فغد يزمن غيليس نتسى شغل شغل الشوك ني أسيني ويكي وثان أسيني يمّا نيت بريض هذه قصة يعني زمال تضرر سيناريو زمال يضرر واقعيا العبدة قشو سيضران صدم يسعى أن شوك للشوك أني يفرض كلمة طلاق طلاق اللي لا يقع نغثو لذي الزمان أديني كان زمان أورفيح أي ون يشككلو في زوجته سوال سيدي ثمطوطي كذا وكذا سل الشوك النيه دياس دير بلا ما يسلياس بلا ما يبحث بلا ما يخدم لونكيت بلا والو مباشره سيتفرض ان بعد دياس الشيخ اسيني والله غير الدماغ يمكن يصرى لي ان شوك انني يد الور داكي الشيخ يفتيلو بهذا الفتوى يقول طلاق المدهوش المصدوم وكيني يثمثم في الرويس اللي عدنا هاثان ثورا نفهم يك من يقع منه الطلاق نود سبعة حالات ثورا سادسا ألفاظ الطلاق ألفاظ الطلاق أي مثلا لأن لفظان اللفظ الصريح ألف اللفظ الصريح با اللفظ الكنائي الكنائي اللفظ الصريح ذا شوث اللفظ الصريح وين أراد يسوفغ كلمة فرو بكل يعني لكل لغة ألفاظها أم كل لغة سعى ألفاظ ينس ما رد نستعرف فرو دين ضد طلاق استروميث الديفورس استقبيليث فرو ألو وقي لفظ صريح أي غرس من صريح خطر يسعيون المعنى ماشي سين يون ما رسيني ورقزيث مطوثي استفريض أصاب دير ثبرا وقي لفظ صريح إنيك اللفظ الصريح ينتج آثاره في الحين معنى لفينس ثم
أكن رسين ثبرة ثبرة إلا نبع اللفظ مقارن كنائي. اللفظ الكنائي ذا شوث وإن يسعان أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، معنى قريب معنى بعيد أكثر من معنى. هذا في مثال يون سي الشعراء حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت اسمي دي هضر في الشعرين سفرين سيخدم أمش ديننا إنيش وبحري لا تكدره الدلاء. أنت يهضر في السفرة يهضر في البحر، شو المعنى؟ وش دخل البحر غير مراقي؟ وش دخل البحر؟ ولكن معناه اللفظ الكنائي المعنى يس يسعى المعنى القريب المعنى البعيد. المعنى القريب ذو البحر يكون زرى البحر ورثي سلغار وفيذون يقول ما يروح يدمى فيذون أذير داخل البحر ديهم أمان إزمار ذي سلغة البحر سوفيذون جامي أسند الفاظور وري زميرانا ذي سلغة البحر أدى ديبانو فيذون شو يفغى وقيد المعنى القريب ولكن المعنى البعيد هو المقصود. يفغى ديني الشعرين عميق عميق يغمق وقيل معنى المتال بمسيناد دايما في الشعر إنك أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم إنك كسفريو أعقون انتقد السيسم إنك وإن عوزين إسلايسم إنسان أعقون ورنطق وإن عوزين أرسل أرسم حاس ولكن دليل على قوة شعره وعمقه اللفظ الكنائي ما رسيني ورقازي ثم الطوث الفغ في الليل تفرن وثبريان أثم خلفا مشتشاون بعد سيني ثم الطوث الفغ في الليل ثم الطوث دم القشيس تروح سخن دفاس أم بعد الدس أكيد سقسي عشيني ثوران كيني فريغان غور فريغان أمش أسلم لكان سينا فريغان سيكلاري النات إذبان إمي سينا الفغ في الليل سدم القشيس تفق تفران وثبريان هذا واقي سؤال أسقسي وايض مشتاون أسيني روح سخان بذان روح سي مولانين الحقي بأهلك ذا سدم القشيس روح سي مولانيس إسكو سفران وثبريان وكذاكي قرن اسم العلماء الألفاظ الكنائية ستدر يزمر ثبرا يزمر ثبري الله أعلم أمشي رد نفثو أثن سقسي نتسى نيتك إلى أي حكم انصرفت النية يشد دفروح انت لدي جوفا فقط ما تشيد وايض النظام المفتي وريزمرة دي جوف ذكو كانيس أتسقسي أستنظ ذا شو ذي النية يش أن دفروح النية يش ما إن ياهي مسني روح سخامي مولانيم قصد غفر ثبرا ما إن ياسنا قصد كانت أتساقذر نخوفها أتسيكوسير ذايا إناس فروا لقي هذا لا يقع به الطلاق وثبري أرى ما هو دليلك إناس ذنبي صاريس مدينان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه نقطة ثالثة. نقطة السبعة أي مثلا سيسرخت مغلى الباباكي أدم سلايغ صيغة الطلاق. صيغة الطلاق الصيغة ألف باء جيم ممكن تكون منجزة ممكن تكون مضافة إلى زمن ممكن تكون جيم معلقة على شرط. ألف منجزة مرسيني ورقزي ثم الطوث فريغا طيب تجي قارنك الصيغة المنجزة سي دقيقاني سي الوقتني نفذو حساب العدة ثبرا با الصيغة المضافة مرسيني أزكى
في 8 الصباح في الفريض قالوا رمينا يا سوالاكي ازكى ميثي 8 اكزاكت على حساب لور الجزائر تفرا اي غير دني غلي البطايقي خاطر بعض الغاشي تقصير ديال المراقي تقصير قالوا راه ولاش قصر ديال المراقي تما مسائل شرعيه اللي قاسم تنسين يا اخي النا ديال القانون ديال الكود بينال ان يخلع عذر لي من يجي القانون مليون يبوي دا بروسي وسقدر والله ما زر بلي سون سانتير ديال والله ما زر زري دار با بروبليم دو نوفو تسيضر يا ربي باسكو ولكن خلص نسولا المسائل اللي قبل ما تيسين باش تقريبا ما الا الوجين الطلاق المعلق على شرط اسيني يا مدام والله لو كانت الشمل سخام الجيران الجاره ديالك كتشم بغرسه في البريض الله ما فيش شمس برا ما فيش شمس برا بالشرط يثمث الايمان الايماني نسن اليميني ستيلي جازمه